بات ستالتري من جديد صاحب الهدف الاول، يلعب كره للاعب مايك كلو، التقدم والتمرير والمراوغه والتسديد والهدف الرابع. الهدف الرابع قبل النهايه بتسع دقائق، اربع اهداف. إذن مايك كلو وفرحة الجهاز الفني للمنتخب الكندي، اللاعب مايك كلو اللي دخل في الشوط الثاني. بالفعل اللاعب مايك كلو أو عفوا هو اللاعب مايكول كانزاليس، مايكول كانزاليس. شوف الإعادة من جديد، شوفوا الإعادة، مايكل كانزاليس تمكن ونجح في المراوغة وسدد